أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إبداع وحكاية على شاشة الموصلية. أهلا بكم في هذه الحلقة. صاحب حكايتنا لهذا اليوم أستاذ الإنشاد والقراءة أستاذ رامز الراوي، تعرفوه أكثر بعد هذا المقال، تابعونا. مدينة الملا عثمان الموصلي، الموصل الحدباء، أم الربيعين، مكان ولادة القارئ الشيخ رامز حازم نوري بكر أفندي الراوي، في عائلة دينية عريقة ترعرع في كنفها وتفتحت موهبته في أحضانها وأحضان عائلته الأكبر الموصل، فنهل من منابع الفن والألحان والمقامات والتواشيح والأذكار، درس علم القراءة والإقراء بالقراءات القرآنية العشرة، وله مشاركات في العديد من المهرجانات الدولية والقطرية. المنشد الشيخ رامز الراوي. نرحب بك استاذ رامز الراوي ضيف عزيز، وحقيقه احنا سعداء انه انت تكون ضيفنا، واطلاعنا على مسيرتك جدا يسعدنا، شرف لنا هذا الشيء. اشكرك استاذ عبد الرحمن، انا لي الشرف طبعا أن أكون ضيف في قناة الموصلية، القناة السباقة بنقل الحدث لأهل الموصل، واعتيادي طبعا هذا الذي يقال في الموصل أن قناة الموصلية هي القناة الأولى. شكرا، كما قلنا لنقل الحدث. فأنا أيضا أشكركم وأشكر الأستاذ غازي فيصل القائم على هذه القناة، واهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك، شرف لنا، وطبعا شهاده منك نعتز بها اكيد. نبدي طبعا. الاستاذ رامز معروف جدا في الانشاد والقراءه، حقيقه كيف تشوف موضوع الانشاد وال كقراءه يعني؟ نعم. هذا الموضوع، هذا المجال بالذات في مدينه الموصل اليوم، كيف تشوف من زاويتك يعني بالتحديد؟ الإنشاد في مدينة الموصل من المواضيع المهمة طبعا. لماذا؟ لأن أهل الموصل معتادين على سماع الطرب والأصل. الإنشاد كان يتداول في البيوتات الموصلية سابقا طبعا، لكن للأسف في زماننا هذا اليوم تلاشى هذا الشيء وقل هذا الشيء، بل وإنما اضمحل هذا الشيء للأسف طبعا. هذا يعني أطيق أقول لك، خلي نقول أنه الأذان بدت تخاف مع الأسف يعني الأسف. هذا أنا يؤسفني أن أقول هذا الكلام، لكن كذلك مرات أنتقد هذا الموضوع. يعني صوت الأذان مرات يجذب، يخليك يقول لك صوت الأذان الحلو يقول لك تعال صلي معنا، أو صوت ما حلو يقول لك لا تجي. أحسنت. هذه أكو واقعة طبعا عليها، واقع حقيقة. أكو واقع عليها أنه رجل يعني هو كان على الديانة المسيحية، اعتنق الإسلام من وراء الأذان. ما شاء الله. يعني المؤذن كان مؤذن صوت صاحب صوت جميل، وهذا دائما. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يعني لماذا اختار سيدنا بلال الحبشي للأذان؟ ليش؟ لأن جوابنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنه كان أندى صوتا، إذا كان صاحب صوت ندي. يعني ما قالوا لأبو بكر الصديق تعال أنت صير مؤذن، أو عمر بن الخطاب أو الصحابة، اختار بلال الحبشي. ليش؟ لأن كان أندى صوتا. فإذا المؤذن يجب أن يكون صاحب صوت شجي. جميل. يعني كما تفضلت، هو اللي يخلي المصلين يجون للجامع، وهو اللي ينفر المصلين. بالضبط. نعم. حقيقة أستاذ رامز لك باع طويل في هذا المجال، موضوع الإنشاد حقيقة. لك نشأة والبيئة اللي تربيت بها برأيك كانت مشجعة أنه تعطيك حافز للدخول في هذا المجال؟ نعم. الإنشاد والقراءة؟ أكيد. كيف؟ أكيد. يعني شوف، أنا بداية يعني ومنذ المرحلة الابتدائية هناك اكتشف رامز الراوي. رامز الراوي اكتشفه معلمه بالنشيد،
أستاذ أيوب رحمة الله تعالى عليه، كان مدرس مالنا مال النشيد، هو اللي اكتشفني. فمن بعد هذا الاكتشاف أنا ولو يجوز طلعت عن سؤالك، لكن حتى أربط لك بأنه البيئة كانت ملائمة جدا في أن أواكب في هذا المجال، مجال الإنشاد. كيف واكبت من خلال فت انشوده ممكن نسمعها؟ نعم. للبيئه عندك يعني انشوده ممكن هي كان نعم يعني كان تاخذنا معك لذيك البيئه الجميله اللي تعيش والله فيها. انا كان في بدايه الامر كان اكو موشح يقول بالذي اسكر من عرف اللمى، طبعا هذا موشح اندلسي، موشح كان بوقتها استاذ ايوب حفظنا هو احنا طلاب، انا كنت في صف الخامس ابتدائي، فكان يقام مهرجان الربيع. نعم. وكنا نأدي في قاعة الربيع، المدارس كانت تشارك، هذا الحكي تقريبا بال 68 69 68 69 هالحدود تقريبا. جميل. فأنا قلت لك أنه اختارني أستاذ أيوب لأنه كان صوتي جميل، فاختارني وأعطاني سولو. أنا لا كنت أعلم ما هو يعني السولو أشنو معروفه، لكن بعدين هو قال لي أنه تنفرد عن جماعتك وتأدي بانفرادي. شافي عندك قدرات. نعم. فشاف عندي القدرات أنه أعطاني هذا السولو، فقدمنا موشح بالذي أسكر من عرف اللمم، وأنا أخذت السولو الذي وندي من همت في غرته. ودي لو نسمع. طبعا هو من نغم البيات هذا الموشح يقول وندي من همت في غرته بشرب الراح من راحته، كلما استيقظ من سكرته جلب الكأس إليه واتكى وسقاني أربعا في أربع بالذي أسكر من عرف اللمى. وهكذا. جميل جدا. طبعا شعور هو احساس اعتمد عليه. احييك حقيقه. طبعا بلحظات هاي القصيره يعني انا عشت فعلا انه شعرت كيف كانت ذيك البيئه وكنت الحياه في ذاك الزمان والبيئه اللي عشت بها. لكن كيف ممكن تتكلم لي يعني كيف ممكن نرجع على زماني ذاك زمانك؟ طيب زمان اليوم اللي احنا عايشيه حدباء وما حل بيها اليوم واقعنا اليوم واقع المرير المؤلم. طبعا أنا عندما أتكلم إلى هذا بهذا الموضوع طبعا عيني تدمع والله العظيم. الموصل يا للأسف ما حل بها من خراب ومن دمار، وأنا طبعا في الغربة كنت يعني لست غريب عن بلدي الموصل، لست بعيدا ولكن أعتبر نفسي غريب، كنت في أربيل طبعا في هذه الأحداث، وكتبت أبيات من القصيدة وسجلتها وبثت عبر الفيسبوك وعبر قناة فضائية، كان عنوان القصيدة حدباء. الكلمات تقول حدباء وش عملوا بيكي يا حيف، هدوا ماضيكي، والله لو يطلع بيدي نهرين من دمع بكيكي. فالحدباء، أنت ذكرت كلمة الحدباء، والحدباء تعني الكثير، كلمة الحدباء تعني الكثير، لكن للأسف هناك من زعم وهناك من صمم على دمر هذه المدينة. يا للأسف طبعا. مؤسف جدا. نعم. مرحلة اكتشاف الصوت من قبل الأساتذة اللي قاموا بدعمك وتشجيعك، يعني هاي مرحلة كانت مهمة بحياتك. بعد ما اكتشفوا صوتك وين تعتبر إنجازك الأولي في هذا المجال؟ يعني أنا بعد ما اكتشفوا صوتي أنا وكأنه حافز أو دافع كبير جدا أتاني، جاني يعني فتح حافز كبير جدا من بعد ما الرجل رحمة الله عليه أستاذ أيوب أعطاني دافع وأعطاني حافز كبير جدا، لأنه فضلني عن جماعتي وخلاني بالأمام يعني وأمام الجمهور في قاعة الربيع، وقاعة الربيع كانت مليئة بالناس طبعا في ذلك الوقت. قلت لك أن في ذلك الوقت كان السميع كثيرين، اليوم قلوا. أصابك الرهاب وقتها؟ طبعا لا شك في هذا. المسرح وأول من أول مرة أخرج على المسرح، وكاميرات كانت تلفزيون والبث كان أرضي إذا تتذكر بذلك الوقت. نعم. فأصابني بعض الخجل وصاني على المسرح، لكن مع هذا كان الدعم موجود من الموسيقيين. الموسيقيين كانوا بالأسفل أمامي، فكانوا يأشروا لي طبعا، يعني يقولوا لي وكأنه لا تخاف يعني صير اثبتوا. أنا طفل يعني، أنا بالخامس والرابع خامس ابتدائي. إيه نعم. طبعا حتى نحن أنا والمشاهدين
حتى نعرف أكثر عن مسيرتك، كيف خضتها منذ البداية وإلى حد اللحظة اللي يعني وصلت إلى القمة بالمجال الإنشاد. عندنا القراءة والإقراء والإنشاد. نعم. تميزت في هذه المجالات الثلاثة. نعم. نبدأ من القراءة، كيف انطلقت بهذه في مسيرة القراءة قبل الإقراء ويجي من بعدها الإنشاد؟ نعم. تفضل. القراءة طبعا أنا كنت مولع بالقراء، قراء الموصل القدامى، قراء القرآن الموصل، قراء القرآن نعم الموصليون، كنت مولع بهم. يعني أمثال يعني ملا عثمان الموصلي، هو المدرسة طبعا راح نتكلم به بشكل مفصل، وهذا الشيء يسعدنا انه احنا نسمع هذا الشرح المعلومات اللي نعم. اليوم كثيرين يعني للاسف انه من الجمهور من اهل الموصل يعني نسمع عن ملا عثمان الموصلي من المصريين وقلهم ما نسمع عن اهل الموصل نفسهم. اكو حادثه انا اذكر لك اياها بعدين بمصر، انا من كنت بالقاهره كان عندنا مهرجان بالقاهره، اذكر لك هذا الشيء. بالقاهره يعني مصر؟ نعم اي نعم نعم مصر. اذكر لك هذا الشيء ان شاء الله عندما نتكلم عن ملا عثمان الموصلي. لكن نعم. نرجع الى موضوعنا، انه فكنت مولع بالقراء الموصليون، تتلمذت سماعا على القراء الموصليين، سماعا تتلمذت. بعدها اصبحت قارئا للمحفل في جامع النجار في منطقه حي النجار سنه 93. نعم. واستمريت على قراءه المحفل تقريبا 17 سنه. أنا أقرأ محفل في جامع النجار. خلال هذه الفترة أنا يعني ما كنت قاعد بطال مثل ما تقول، لا، حاولت أن أثقف نفسي أكاديميا، فدرست الموسيقى ووظفت الأنغام والمقامات الصوتية في قراءة القرآن الكريم. ربما هناك من يعترض على هذا الكلام، لكن أنا أقول لا اعتراض على هذا الكلام، لأنه لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. جميل. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إذن لازم احنا نغني بالقرآن، وأنا عندي طلاب من أدرسهم أقول له غني بالقرآن. طيب حضرتك كيف تغنيت؟ يعني احنا طبعا لازلنا في الإقراء والقراءة. نعم. يعني هاي قبل الإنشاد حضرتك؟ نعم هذا لحد الآن. نعم. ها ها. نعم. نحن طبعا لازلنا بالقراءة. نعم. قبل أن نصلي الإنشاد. نعم. نعم تفضل كمل مسيرتك في هذا المجال. بعدها طبعا سلكت عند أحد المشايخ لكي أحصل على الإجازة برواية حفص عن عاصم. ونعم أخذت الإجازة بعد أن ختمت ختمة كاملة في القرآن الكريم، وأخذت ختمة إجازة بقراءة برواية حفص عن عاصم عن طريق الشيخ مقداد العبادي طبعا. وبعدها أكملت المسيرة وقرأت القراءات القرآنية العشرة على يد الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ محمد نوري المشهداني، طبعا هذا شيخي وأبي الروحي الشيخ محمد نوري المشهداني رحمة الله عليه، قبل أكثر من شهرين ثلاثة في رمضان توفاه الله. نعم. الله يرحمه إن شاء الله. ما هي الإنشودة اللي تعتبرها انطلاقة بالنسبة لك؟ الانطلاقة أنا قلت لك أنه في بداية كانت بالذي أسكر من عرف الله، لكنه بعد هذا الإنشودة التي لها وقع في نفسي طبعا هي من مقام الرست، وهي للملا عثمان الموصلي كلمات ولحنا. طبعا ليش صار عندي يعني بداخلي هذا الإنشودة؟ لأنه كان يدار من الرست الموصلي، يدار في حلقات الذكر في التكايا. طبعا الموصل كانت تكايا وزوايا، فأهل الذكر حلق الذكر عندما يجلسون في التكايا هناك من يردد يقول لو سمحت لي أن فضل أكيد أنا متعطشين نسمع. الله المدد ويا يسلم يرجع ياخذ هذه التنزيله او الموشحه اللي قلت لك لها في واقع نفسي. نعم. يقول جميل.
ابدأ وقول بسم الله يا حادي، كرر مديحك يجلو فؤادي، وقف ذليلا وادعو ونادي، يا رب يا رحمن يا منان. هذه لها فوقع في نفسي جدا كبير طبعا، لما فيها من تذلل وخشوع للباري عز وجل. نعم، فاصل قصير مشاهدينا وراجعين. ونعود معكم مرة أخرى مشاهدينا مع المنشد الأستاذ رامز الراوي. أستاذ رامز، للتنزيلات تنزيلات من لعثمان الموصلي حضرتك أول من سجل لهذه التنزيلات وكنت مواكب في ذاك الزمان، حدثني عن هذه التسجيلات وببعض من أداء من فضلك. نعم، تفضل. التنزيلات الموصلية طبعا هذا تراث. نعم، المدينة تراث عريق طبعا. جميل. للأسف أنه أقول هذا التراث بدأ يندثر، للأسف طبعا، يؤسفني أن أقول هذا الكلام. تراث المدينة العريقة هذه، مدينة الموصل التي يعني صيتها شاع، والله ملا عثمان الموصلي أنا قلت لك سئلت عنه في القاهرة، سئلت عنه، ولكن للأسف هنا في الموصل قسم أو كثير من الناس لا يعرفون من هو ملا عثمان الموصلي. فالتنزيلات الخاصة بملا عثمان الموصلي ومن واكب ملا عثمان الموصلي اللي سجلته، أنا سجلتها قبل سقوط مدينة الموصل على يد التنظيمات الإرهابية بتقريبا سنة ونص. أعدت تسجيل التنزيلات الموصلية للملا عثمان الموصلي، سجلت 18 تنزيلة، 3 ألبومات، كل ألبوم يحتوي على 6 تنزيلات. يعني بسفرتي على المغرب، كان عندي مهرجان بالمغرب، أخذت أقراص معي من هذه التنزيلات، كان التجليات سميته القرص تجليات موصلية، جزء أول وثاني وثالث، فأخذت هذه الأقراص إلى المغرب، أخذت كمية لا بأس بها ووزعتها على الحفل، الموجودين الناس كانوا بالحفل يعني قاعدين جالسين باللهب، وزعتها وقلت لهم هذه اللي ملا عثمان الموصلي، قلت لهم هذه اللي، وخليته على الكفر سورة النبي يونس، جامع النبي يونس، وبالظهر منارة الحد. نحييك هذا المبادرة يعني. أشكرك. نعم، فبس شافوا سورة النبي يونس يعني قال وكأنه يعفون أنه هذا من الموصل ومنارة الحدباء. شوف أنا أربط طبعا، ليش دمروا النبي يونس، دمروا منارة الحدباء؟ لأن هوية الموصل كان النبي يونس. نعم، النبي يونس ومنارة الحدباء، النبي يونس ومنارة الحدباء. بالضبط. على كل، أرجع إلى موضوعي، التنزيلات. نعم، سجلتها. نعم، بأسلوب معاصر، أدخلت معها الموسيقى الحديثة والتوزيع الحديث. طبعا شاركني في هذا أستاذ الذي هو غني عن التعريف، الأستاذ محمد محمود، موسيقار الموصل طبعا أعتبره. نعم، الآن هو في تركيا طبعا، أوجه له تحية طبعا باسمك وباسم قناة الموصلين، أوجه تحية للأستاذ محمد محمود. طبعا هو كان العزف عليه والتوزيع عليه، وسجلنا أيضا، أوجه تحية إلى الأستاذ مؤيد السبعاوي، هو سجلنا التنزيلات في استوديو مناهل بالسرش خانة. متعطشين نسمع هذا، والله أسمعك إن شاء الله وحدي من هالتنزيلات. طيب، طبعا هذه اللي قريتها قبل شوي، أبدأ وقل بسم الله وحدي منهم. نعم، فأسمعك ثانية مثلا، عندنا مثلا أشرق البدر علينا. نعم، من نغم الشهرقة يقول أشرق البدر علينا، أشرق البدر علينا، أشرق البدر علينا، فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. هذا جميل أيضاً جدا. ملا عثمان الموصلي، كلمات ولحن. مدرسة ملا عثمان الموصلي. نعم. ما هذه المدرسة؟
بالتفصيل حتى يكون لها تعريفها عنا. تفضل. مدرسة ملا عثمان الموصلي هي المدرسة الأولية والأخيرة بالموصل. الموصل ما كان بها ناس مشهورين طبعا لأنهم كلهم سلكوا من ملا عثمان الموصلي، فملا عثمان الموصلي هو الأساس. من بعده سلك سيد أحمد، سيد أحمد يسمى أهل الموصل كلهم يعرفونه سيد أحمد الكفر يسمونه. طبعا هذا أيضا كان من القراء ليس الجيدين بل وإنما الممتازين، وله تساجيل كثيرة في مدينة الموصل. وبعده سيد سلمان وسيد أمين. حتى نخصص هذه الدقائق للمدرسة ملا عثمان الموصلي، سلط الضوء أكثر عن هذا الحديث. نعم تفضل. قلت لك سيد أحمد سلك من ملا عثمان، وبعد سيد أمين أخو سيد أحمد كانوا قراء. نعم. ولهم تساجيل، لكن التساجيل سنة يعني الثلاثينات 35 أربعينات فما واضح، أكو قسم من التساجيل واضحة، لكن كان يسمى بلبل العراق. سيد أحمد كان يسمى بلبل العراق، طلع إلى لبنان سجل استوانات، كان استوانات قبل يعني قبل التيب، قبل شريط التيب، استوانات السوداء، سجل في لبنان المقامات، كل المقامات العرب العراقية الموصلية، فلقبوه في لبنان بلبل العراق. ما شاء الله. كان قارئ مهول، كان قارئ ممتاز. وبعده سيد أمين أخونه وسيد سلمان، بعدين بالأخير سيد إسماعيل فحم. سيد إسماعيل فحم أيضا غني عن التعريف رحمة الله، طبعا كلهم ذهبوا رحمة الله عليهم طبعا جميعا، لكن أنشأوا مدارس. أنا بدوري يعني أشعر وكأني حملت مسؤولية، أنا ومن واكبني من أصدقائي وأخواني طبعا القراء في مدينة الموصل، حملنا مسؤولية بأن نحافظ على هذا التراث. وأنا دائما عندي مقولة أقول ما بناه الأجداد، الأجداد بنوا، إحنا على الأقل نحافظ على هالبناء حتى لا ينهدم. جميل. على الأقل نحافظ عنه، كل ما حايط من يبنينه واحد من تشوبينه فتخرم فتشقة شيء تجي أنت تصلحه بشمنتو أبيض، فإحنا دائما نحافظ على هذا البناء. يقع على عاتقنا هذا الدور بشكل واضح. أكيد لازم. وهون طبعا أيضا الإعلام له دور فعال، له دور مهم وله دور أساسي في هذا الموضوع. وكذلك هذا هو واجبنا اليوم، احنا نسلط الضوء على تراث الموصل وحاملين هذا التراث ومن يحفظه مثل حضرتك استاذ رامز. حتى نسلط الضوء اكثر على مسيرتك، دخلت مجال الانشاد تدريسيا. نعم. في اكاديميه. نعم. اكاديميه موصل بغداد. نعم. اكاديميه الموصل في اي سنه؟ في سنه 92. هاي قبل تأسيس الأكاديمية؟ ها لا، أنا أقصد الأكاديمية، أقصد لك أكاديميا، أنا درست أكاديميا على يد الأستاذ طبعا الذي هو أيضا غني عن التعريف أكرم حبيب. جميل. أنا لأن كلية فنون جميلة تأسست في 94. ها نعم. لذلك فأنت حضرتك من ذكرت أنه أكاديميا فعلى يد أستاذ أكاديمي. نعم، على يد أستاذ أكاديمي وليس في كلية أو معهد أكاديمي، لا على يد أستاذ. نعم. أكاديمي اللي هو أكرم حبيب طبعا. نعم. أنا سأخذ هذا الجانب بصورة مختصرة. نعم. فضل. أنا دخلت عند أستاذ أكرم حبيب لكي أتعلم وأضع النقاط على الحروف، عندما وجدت الموهبة في نفسي والإمكانية والقابلية في الإنشاد والقراءة والإقراء فقلت يجب أن أتعلم أكاديميا، وفعلا سلكت عند أكرم حبيب، تعلمت آلة العود، وتعلمت من خلال آلة العود المقامات الصوتية العراقية الموصلية. إذن الأستاذ أكرم حبيب هو من الأشخاص اللي تلمذت على أيديه. نعم. الأكاديمية. نعم نعم. طيب بعدها عفوا. نعم. لو أقاطعك بعدها فضل. شكلنا فرقة سميناها فرقة الحبيب، إحنا أربع قراء، وكان أستاذ أكرم حبيب عازف العود معنا، وكان على الدف كان رجل اسمه أحمد مصري طبعا. هذه من أهم المراحل اللي مريت بها. بالضبط، هذه مرحلة انتقالية طبعا الفرقة. نعم. تفضل احكي لنا شوي عن الفرقة هذه. شاركنا بهذاك الوقت بالتسعينات طبعا 92 لا. 93 شاركنا بعدة أمسيات في الموصل طبعا. نعم. والفرقة لاقت طبعا ترحيب كبير جدا، وكنا يعني عندما نحضر أمسيات نوع المشاركات كيف كانت الفرقة هذه؟ طبعا كانت كلها محلية. محلية؟ لا لا، كلها كانت محلية. جميل. كلها كانت المشاركات محلية، هاي الفرقة ما شاركنا بها خارج القطر أو قطرية، لكن محلية كانت. لكن جميل. نالت استحسان، نالت قبول من قبل الجمهور بشكل كبير جدا.
بدي استاذ رامز لو تسمعنا شيء عن تراث المصلي. نعم طبعا انا قبل ان اسمعك الفرقة اللي شكلتها انا طبعا اسمها فرقة التراث الموصلي. طبعا جاء بالي انه التراث الموصلي احنا معروف ان تراثنا في مناسبات والاعراس في الطهور وفي ايضا يعني السنة الميلادية مثلا او خلينا نقول يوم ولد النبي وايضا الاجازه الطالب الاحتفال به بعد نعم. انه يتخرج من المشايخ نعم. نعم هذه كلها كانت تواكب الى جانب الانشاد، فكيف كنت تواكب هذا التراث الموصلي؟ نعم استاذ عبد الرحمن، مثل ما تفضلت يعني البيوتات القديمه في الموصل كانت الاعراس من اي مناسبه يقام فيها احتفال، الاحتفال هذا كلها كانت تقرأ هذه التنزيلات الموصلية. لكن أنا أريد أن أقرأ لك أكل عتابة الموصلية. هذه إحنا عندنا عتابة نوعان، عتابة موصلية داخل الموصل وعتابة خارج الموصل، قرى وأرياف الموصل. اختص بهذه العتابة قراء نعم. الموصل، مثل قلت لك سيد أحمد نعم. وغيره وما واكبه. العتابة الموصلية، أقرأ لك العتابة الموصلية. تفضل. يا با يا با يا با يا با يا با يا با تلوج العين تلوج العين ما اشوفك بل وراد ولا قلبي هو الغير يا 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 با ولا راد ولا راد ورد جوري ورد جوري يا هل يا هل تزهي بل وراد بل فقدتك من رياحك هل طياب مان حييك شجن وصوت ما شاء الله وروح هذه الأعتابة الموصلية اللي خارج الموصل. هذه داخل الموصل هي موصلية نعم موصلية ولكن أحيانا تقال لي خارج الموصل وداخل الموصل نفسها هي لا خارج الموصل بنفس العتابة هي العتابة ثلاث أبيات تتكون أربع أبيات ثلاثة وقفل أو بيتين وقفل العتابة نفس العتابة لكن الروحية في الأداء تختلف مثلا عندك الخارج يقول يا باه يا باه يا با يا با يا با يا بنوار المصطفى بانت من الشام على الشدة ومحاملهم من الشام يا با يا با يا با يا با يا الحبيب يا با من الشام سعيد العانق الشباك واشتم واشتم رياح المصطفى عن برط يا بمان شوف الروحية تختلف أجمل تحية لك أشكرك. وحامل التراث الموصلي أشكرك بهذا الشجن هي لازلنا في التراث الموصلي نعم. بدي أنه إحنا في أيام يعني احتفال مولد النبي نعم. بدي لو نسمع من حضرتك يعني انشودة عن هذه المناسبات كانت تقام في الموصل من نعم. زمان يعني نعم. كيف كانت تكون طبيعة الإنشاد في ذيك تلك المناسبات اللي كانت تقام سابقاً أنا قلت لك أنه البيوتات الموصلية كانت الاحتفالات تقام في البيوتات طبعا كل خميس أغلب البيوتات كان كل خميس يقام احتفال في يجتمعون مثلا يعني مثلا يعني مثلا أنا ببيتي أجمعك وأجمع الكادر الأخوان المصورين وأجمع القناة مثلا أجمع أصدقائي ونقعد في البيت مثلا ونجيب مثلا أهل الاختصاص القراء ونحيي أمسية طبعا هي طيبة للنفوس وراحة للنفوس وهي ذكر
النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، مدح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت بيوتات الموصل. طبعا للتشويق مشاهدينا نطلع فاصل وبعده مباشرة نعود إلى الأنشودة لمديح في يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجعين. يا ربي الحق أهلاً مولد المختار أحمد، ولنا البشرى جميعاً إن رجعنا لمحمد. نعود معكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، نكمل مع الأستاذ المنشد رامز الراوي. اهلا بك استاذ رامز مره اخرى. طبعا مناسبات الاعراس والطهور في البيوتات الموصليه فنمر عليها بسرعه، كيف كنت تواكب تلك المناسبات بالانشاد؟ نعم تفضل. طبعا قبل كان هذا الحديث اللي قلتونه سالف يعني قديم، لكن ظلت هاي الحاله مستمره الى يعني بالتسعينات كانت موجوده. طبعا يعني انا عندي اصدقاء كثيرين أو حتى لو ما أصدقائي كانوا أي أعراس الصير فيدعونا إحنا كفرقة، يدعونا أن نحيي الحفل، نقيم الحفل، حفلة العرس أو حفلة الطهور، يعني الختان أقصد الطهور. إيش تقولون بالختان؟ هذه التنزيلات طبعا من ضمنها كان أيضا نتطرق إلى الأغاني الموصلية اللي هي مثلا يا مل مطهر دقومي هالهليلو، مثلا من مطهر محمد المدلل يا عيني بالله فغشيلو، وهكذا رجع هذه الاغاني الموصليه المشهوره طبعا. نعم يعني بالاعراس ايضا لا هذه خاصه بالشغلات الختان، يعني هاي الختان، لكن الاعراس عنده مناسبات الاعراس ايضا الموصل عنده الاناشيد. نعم اكو في عندنا اناشيد من ضمنها، يعني عندنا واحده مثلا يقول هل تبدى القمر ام عريسنا ظهر، ربنا يحفظ من عيون البشر، يا عريسنا مبروك دم على هذا السلوك، ونقدم تهانينا ونقل لك الف مبروك. جميل، عاشت ايدك طبعا وعاش صوتك. حضرتك الاستاذ رامز، انا يعني حضرتك وريث للملا عثمان الموصلي اكيد، وطبعا عندنا الشيخ محمد افندي الرضواني رحمه الله عليه وملا عثمان الموصلي. هناك طبعا قصه طريفه حدثت بينهما لو نطلع عليها. طبعا هذه القصه لها وقع فيها عند أهل الموصل. يعني محمد أفندي الرضواني رحمة الله عليه علم من أعلام الموصل، يعني ماكو بيت أو أي مكان في الموصل يذكر محمد أفندي الرضواني ما يعرفونه طبعا. فمحمد أفندي الرضواني درس طالبين أخوة، أبو هذول الطالبين اسمه صالح أفندي. صالح أفندي هو شيخ محمد أفندي الرضواني، يعني شوف شلون حوار في التدريس. يعني صالح أفندي درس محمد أفندي الرضواني، محمد أفندي الرضواني درس أولاد صالح. فبعد عند الإجازة، وإحنا تكلمنا قبل شوية قلنا أنه أثناء الإجازة يقام احتفال، فمحمد أفندي الرضواني عزم وجهاء البلد في الموصل وأقيم الاحتفال في مكان ما، وبعث على ملا عثمان الموصلي حتى يفتتح هذه الاحتفالية بقراءة القرآن الكريم. جميل. جاء ملا عثمان الموصلي، ملا عثمان الموصلي كان سريع البديهية بشكل، وكان ذكي ذكاء خارق. نعم. من راح نتكلم على شخصية ملا عثمان الموصلي راح أذكر لك بعض اللطائف اللي عند ملا عثمان الموصلي. فبعث علينا وجاء ملا عثمان الموصلي ضرير ملا عثمان. فأول من دخل ملا عثمان الموصلي قال أشت المناسبة، قالوا له هكذا أنه محمد أفندي رضواني راح يأجي الصلاة. قال من هذول الأولاد؟ قالوا له أولاد صالح. قال ها أولاد فلان صالح. قال فاحنا نقول وقف على المنصه او المهم يعني قعد وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. سورة الكهف. سورة الكهف. نعم. نعم. وكان أبوهما صالح، وكان تحته كنز، وكان أبوهما صالحا. فاختار الآيات الملائمة للجلسة. شوف هذا ذكاء خارق طبعا. بعد ما انتهى من القراءة قالوا له: ملا أنت إيش يعني جيت على بالك أنه وضحنا الأمر؟ قال: إيه، قال الجدار هو محمد أفندي رضواني، والكنز اللي تحت الجدار هو العلم اللي أعطانه لها الطلاب، وهذول الطلاب يتيمين أبوهم ميت، كان لغلامين يتيمين الله. وأبوهما صالحة، وأبوهم اسمه صالح. ما شاء الله. يعني شوف شلون توافق بالاختيارات، يعني هذه غادلة ذكاء غادلة. فهذه قصة طبعا لها وقع عند أهل يعني ما حي الله واحد يدبر هذا الشيء هذا. فمن ذكاء طيب. هو الرجل. طيب خلينا نمر مثل ما ذكرت قبل شوية عن شخصية الملا عثمان المصلي. نعم. كما ذكرت أنه هو سريع البداهة. نعم. غض النظر عن أنه هو ضرير. ضرير. ملا عثمان المصلي شوف أكو واقع له. طبعا هو كان عنده بريق. أبويق هذا مال الأبويق. نعم. كان من نحاس، مادة النحاس. طيب. انباق منه، باقونه منه لجماليته أو يريدون يعملون بينه فقد نكاية أو فقد شيء، المهم باقونه منه. نعم. للبويق. تعرف بعد مضي 30 سنة وهو ضرير سمع صوت أبويق، قال هذا الأبويق مالي. ماشي. بعد مرور 30 سنة سمع صوت أبويق، إن وقع بلغض أو انطخ بشيء، سمع الشني مالته، قال هذا الأبويق مالي جيبوا لي. ايضا واقعة ثانية في مكة، ياخذ نعمة ويعطي نعمة أخرى. في مكة صافح رجل، وايضا بعد مضي سنين طويلة جاء هذا الرجل بدون ان يتكلم، بس قال السلام عليكم وصافحه، قال انت فلان الذي التقيت بك في مكة وصافحتك. ما شاء الله. يعني كان ذكاء خارق رحمة الله علينا. طبعا اشكرك على هذا السرد والذكر اللي شخصية ملا عثمان المصلي والواقع وما قبلها. حضرتك قبل قليل ذكرت بأنه ساكن أربيل، وأنا يعني راودني سؤال حقيقة، هل أنه أنت أثناء وجودك بأربيل هل استمريت بالإنتاج؟ كيف؟ يعني هل ظليت واقف؟ يعني ما أنتجت شيء؟ لو لا وأنت بعيد عن المواصل واكبت؟ طبعا أنا لا، مستحيل أنه أبقى جامد او كذا، لا بالعكس زادني اصرار وزادني في اربيل. انا انتجت كثير من الاعمال. طيب. وخاصه ايام التحرير، تحرير مدينه الموصل، يعني قدمت تقريبا 5-6 اعمال. اشنو الاناشيد يعني ايش تضمنت الاناشيد اللي قدمتها للموصل؟ والله هي تضمنت قسم اغلبها على الموصل طبعا، وقسم منها على التحرير وعلى الجيش المتقدم والقوات الامنيه المتقدمه اللي تحرير المدينه. اللي كان لها وقع طبعا عند الناس هي قلت لك بداية تحديدا حدباء وش عملوا بيكي. نقول حدباء وش عملوا بيكي يا حيف هدوا ماضيكي، والله لو يطلع بيدي نهرين من دمع بكيكي. حدباء يا محل جمالك يونس نبينا زارك، بإذن الله ترجع أيامك يا الموصل روحي تفديك. حدباء ما شاء الله. حقيقة عندنا المقام العراقي والمقام العربي، أديت وكنت كفة متوازن ما بين المقامين. ولو فد نظرة سريعة عن يعني المقام العراقي والمقام العربي، زائدا الروحية هذا المقام. نعم، المقام العراقي له روحية خاصة. كيف؟ لو نجعل مقارنة بين المقام العراقي والمقام العربي، ممكن نقارن بالأداء. نعم أكيد. يعني أكيد أكيد. لا تفضل. إحنا قارن يعني مثلا المقام العراقي له فروع عدة، له شعب عدة. نعم. هذه ما موجودة عند المقام العربي. تمام. يعني مثلا نقول عندنا المقال عندنا مقام الناري مثلا اللي هو شعبه من مقام البيات، هذا ما موجود عند المقام العربي. أكيد. نقول مثلا نقول يولا يعني لقد ذاب قلبي من فراق أحبتي، يا يابا وقد سهرت عيني وزادت بليتي، منا منا منا
المقام الناري. هذا ما موجود بالمقام العربي. المقام العربي يقول مثلا نعم يقول يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل بمحمد دامت لنا الأفراح بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. الله نعم. الله عليك. المقام العراقي به شجن، به حزن، به مسحة من الحزن، وصعب يعني ليس كل من قارئ يقدر أن يؤدي المقام العراقي، وهذه بشهادة قراء عرب. مثلا عندك صباح فخري واقع شعب. عنده مقولة طبعا يقول المقام العراقي من المقام صعبة جدا ولا وما يستطيع أي واحد أن يؤدينه. نعم نعم صح. طبعا الانتماءك لمدينة الموصل والعراق، الموصل بشكل خاص يعني برأيك هذا انتماء شخصيا، هذا الشعور برأيك هو هذا اللي أضاف هذه المسحة الإبداعية في الأداء بالإنشاد؟ لا شك، لا شك في هذا الكلام. لا شك. نعم نعم. جميل جميل. انتمائي إلى الموصل وجذوري في الموصل، تعرف أنا مصلاوي، ابن مصلاوي، ابن مصلاوي، يعني إحنا أهل الموصل القدامى. يعني أنا منطقتنا كانت غسلكوه، وأنا ولدت في إمام إبراهيم، منطقة إمام إبراهيم، وجامع بكر أفندي هو جدي بنانه طبعا. أنا رامز حازم نوري بكر أفندي الراوي. أستاذ رامز، واقع الإنشاد اليوم، ما هو تعبيرك عن هذا واقع الإنشاد اليوم في مدينة الموصل؟ تفضل. بدأ يترعرع، يعني كان جدته مرحلة الضمور، بعد يعني كلتنا نعرفه في فترة داعش. نعم. صار بمرحلة ضمور، لكن الآن بدأ ينتعش مرة ثانية. طيب حضرتك كيف سعيت في دعم هذا المجال؟ والله أنا سعيت بدعم هذا المجال أنه أكو ناس أرادوا أن يتلمذون ويتعلمون هذه المهنة وهذه الصنعة، فالحمد لله ما قصرنا معه، مثل ما اللي قبلنا ما قصروا معنا، إحنا أيضا ما قصرنا معه. برأيك أكو جهات رسمية ممكن قادرة على أنه على دعم هذا المجال؟ أكيد مجال أكيد لازم لازم. أخي هذا تراث مدينة، هذا تراث مدينة يا إخوان، والله يعني والله إجرام هذا يندثر، إجرام يا أخي. ناس تعبوا، ناس تعبوا على 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 هذا التراث، احنا نجي بكل بساطه شكل نضيعه، والله حرام. فلازم الجهات المسؤوله لازم تدعم هذا الشيء يا اخي. نعم. جميل. طيب بما انه ذكرت انه احنا هذا المجال مطلوب الدعم من قبل الجهات المسؤوله، لو تعطينا تقييم برايك عن دور المنشد اليوم وعلى ماذا يقع على عاتقه. يعني حضرتك اليوم استاذ رامز انت يعني تحمل تراث هذا الجميل بصوتك الشجن والانشاد والقراءه والاقراء، يعني ما مقصر ولا زلت منتج، نحن نحييك كلتنا. طيب كيف ممكن تقيم تقيم دوره هذا المجال، مجال الانشاد قصدك؟ نعم. على ماذا، على ماذا يقع على عاتق المنشد اليوم؟ اليوم يقع على عاتق المنشد انه ينتقي ويختار القصائد الهادفه، الهادفه صح، وذات التعبير الصحيح. وان اكو فقد مقوله يقول لكل مقام مقال. انا ما اقعد بجلسه مثلا خلينا نقول عزا اقرا شيء مفرح والعكس صحيح، ما اقعد بقعدي عرس بالضبط واقرا شيء محزن. يجب ان ينتقي صح. ان ينتقي لكل مقام مقال، وعلى المنشد ان يثقف نفسه، يثقف نفسه اولا نحويا، هذا اساس النجاح. نعم. نحويا نجاح. يثقف نفسه ثانيا. نعم. يتعلم المقامات الصوتيه حتى يعرف شلون يوظفها، وخاصه اذا كان صاحب صوت حسن. هاي هاي نصيحتك يعني تعتبرها لل يحبون يشقون طريق طريقهم هذا. نعم. في هذا المجال من هم الناشئه او المبتدئين من الشباب، يعني اكيد اكو كثير اليوم من يحبون هذا المجال الانشاد، يكون عندهم الرغبه او عندهم القدره في بالصوت في للانشاد. بها الموصل، موصل ولاده مثل ما تفضل الجناب، ولاده. نعم. الموصل بها قراء كثير كثر، لكن هناك من لم يعني ما عنده صوت جميل بس ما يعرف يوظفه، ما يعرف يسخر صوته بالطريقة الصحيحة. فأشون يتعلم، لازم يسلك يتعلم أشون يسخر هذا الصوت. أكو ناس عنده صوت جميل بس ما تعرف شلون تستخدمه، لكن إذا وظفه بالصورة الصحيحة وبالطريقة الصحيحة راح يبدع.
أستاذ رامز، كنت مرآة للتراث الموصلي وعبرت عن هذا التراث بصورة صادقة وصحيحة وجميلة خارج القطر، فأي دول شاركت بها لو تفضلت؟ شاركت بالقاهرة مهرجان سماع الدولي، وشاركت بالمغرب أيضا كان عندنا دعوة من قبل السفارة العراقية، وشاركت في تركيا في اسطنبول بالتحديد بالذات. يعني في أي سنة بدت؟ يعني ما هي يعني تتراوح ما بين 2009 و2013. جميل جميل جدا. عندك فكرة يعني خلينا نقول خطة مستقبلية في هذا المجال ممكن تأديها؟ نعم، أنا عازم على أنه أسجل وأوثق التنزيلات والازهيريات. نعم، التنزيلات الموصلية عازم، طبعا هي عندي ما يقارب 56 إلى 60 تنزيلة للملا عثمان الموصلي ومن واكبه في ذاك الزمن. عازم على أنه وثق هذه التنزيلات مثل ما وثقت 18 تنزيلة ثلاث ألبومات، أنه أستمر في هذا. لكن أريد من يدعمني بهذا إن شاء الله. يعني ليس فقط ماديا، يدعمني معنويا. يعني شنو الفائدة أن أوثق أو أسجل وتركن على الرف؟ لا، أريد أسجل وأتعب أنا وجماعتي وأنا وربعي مثل ما يقولون. نعم، ونلاقي صدى النشر. نعم نعم، الشكر الجزيل للأستاذ المنشد وقارئ المقام رامز الراوي. حقيقة أسعدتنا، كان ضيفنا اليوم، حكايتك ممتعة جدا. شكرا جزيلا لك. أنا أشكرك وأشكر الأخوان اللي تعبوا معانا، الكادر، المصورين، المخرج، وأشكر قناة الموصلية وعلى رأسها الأستاذ غازي فيصل. ربي يخليك، شكرا. والشكر أيضا موصول لجنابك الكريم. عفوا على استضافتك لي. نعم، تحياتنا لك. إلى هنا مشاهدينا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إبداع وحكاية. تقبلوا تحياتي، أنا عبد الرحمن دليمي، وتحيات كادر العمل، ونترككم مع الأستاذ المنشد رامز الراوي في إنشودة لمدح النبي عليه الصلاة والسلام. إلى اللقاء. هب الصبا الفياح من لعلعي، فلح يجلى بريق الأجراح، يقال قل للقلب أن يصطبر، قلت نعم لو كان قلبي معي. يا راحة صلى